صراحة مللنا من تكرار سرد ما يعانيه طبيب الأسنان وقطاع طب الأسنان، ولا نجد مقابل ذلك إلا آذانا صماء، وقفات احتجاجية، مسيرة بآلاف أطباء الأسنان، إضرابات وطنية لم تحرك أيا كان من موقع المسؤولية. مشاكل القطاع كثيرة لم نعد قادرين على حصرها، ومع ذلك سأحاول التطرق إلى بعض منها إن لم أقل أهمها. أول مشكل هو الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان. هذه الممارسة التي وجدت ضالتها في قطاع من المفروض أنه قطاع مهيكل، قطاع طبي تضبطه قوانين ودراسة جامعية لا تتاح إلا لمن حصلوا على بكالوريا علمية وبمعدلات عالية واجتازوا مباراة الولوج إلى كلية طب الأسنان بنجاح. هذه الممارسة التي تتفشى في غياب تام لأي إجراءات زجرية. التطبيب هو حق يضمنه الدستور لكل مواطن مغربي، واستمرار تواجد هذه الأوكار هو استهتار واستخفاف صارخ بكرامة المواطن وصحة المواطن، بل وبحياة المواطن. وفي ظل جائحة كوفيد، في الوقت اللي الدولة دارت وكدير مجهودات جبارة لحصر رقعة انتشار الوباء، كنستغربوا إغفالها التعامل بحزم مع هذه الأوكار، مع أنها كتشكل بؤر خطيرة لنشر الوباء. المحور الثاني اللي هو التغطية الصحية والتقاعد. لا يعقل أن طبيب بصفة عامة وطبيب أسنان بصفة خاصة لا يتوفر على تغطية صحية ولا على تقاعد. ومؤلم أن نجد بيننا زملاء وزميلات أنهكهم المرض لكنهم ملزمون بالاستمرار في العمل، ماشي عن طواعية أو اختيار، ولكن لعدم توفرهم على تغطية صحية وتقاعد. مرات عديدة لقينا أنفسنا مضطرين نديروا الصينية بيناتنا لتوفير كلفة العلاج لزميلات وزملاء، والمحظوظ بينهم من لم تمهله يد القدر وكان الموت أقرب إليه وأرحم من هكذا مواقف. والمفارقة الغريبة أن الطبيب الأسنان كيملأ ورقة التأمين على مدار اليوم لمرضاه، في حين أنه لا يتوفر هو نفسه على أي تغطية صحية. وعلاش؟ لأننا النخبة. مشكلة الحقيقية ديالنا أننا نصنف ضمن النخبة، مع أننا لم ننل من هذا التصنيف إلا اللقب. هذا إلى جانب معاملات جبائية وضريبية تخص النخبة، ضرائب أثقلت كاهلنا، ضرائب همها حل مشكل صناديق الدولة، مع أن الدور الأساسي ديالها في الأصل أنها تحل مشاكل المواطن اللي هو أنا وأنت والآخرون. نحن لسنا متملصين من أداء واجباتنا، ولكن مقابل ذلك يجب توفير الظروف الملائمة للعمل حتى نتمكن من أداء تلك الضرائب، وعلى رأسها حماية القطاع من ممارسة غير المشروعة لطب الأسنان. نحن لسنا متملصين من أداء واجباتنا، ولكن مقابل ذلك يجب توفير الظروف الملائمة للعمل حتى نتمكن من أداء تلك الضرائب، وعلى رأسها حماية القطاع من ممارسة غير المشروعة لطب الأسنان. ثم توفير تغطية صحية وتقاعد تقلص شيئا ما من الضغط النفسي اللي كيعيش فيه طبيب الأسنان. تغطية صحية بواجب انخراط معقول، وبسلة علاجات مقبولة، وبتعويضات دون عراقيل وهمية، ماشي كما هو الحال بالنسبة لشريحة مهمة من مرضانا واللي كيلقوا أنفسهم أمام رفض تعويضهم من مؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضديات، مع أنهم يؤدون واجب الاشتراك لهذه الصناديق، بل الاشتراكات يتم اقتطاعها مباشرة من رواتبهم. محور آخر واللي عنده أيضا علاقة مباشرة بالعمل في ظل جائحة كوفيد، واللي هو الارتفاع الصاروخي لمعدات ومواد طب وعلاج الأسنان. ما نساوش أن القطاع توقف تماما عن العمل مع بداية ظهور الجائحة. هذا التوقف اللي ولو للحظة ما فكرنا في تبعاته المادية والاقتصادية علينا كأطباء أسنان، ما دام الهم الأول والأخير ديالنا هو حماية صحة المواطن وحياة المواطن. هذا التوقف اللي كان الهدف ديالو دراسة الوضع وتوفير جميع الوسائل الاحترازية لحماية الجميع، مرضى مساعدات قبل حماية أنفسنا. الكلفة العلاجية ارتفعت، والعدد اليومي للمرضى لقينا أنفسنا مضطرين إلى تقليصه لأقل من نصف العدد المعتاد كإجراء احترازي، ومع ذلك آثرنا عدم الزيادة في مقابل الأتعاب
حتى لا نزيد من إثقال كاتب المريض الكاهل المريض. وفي الوقت اللي طبيب الأسنان ما عمره أغفل الجانب الاجتماعي والإنساني والقدرة المادية المحدودة لشريحة مهمة من المرضى، كنلقاو للأسف حملات فيسبوكية وأحيانا إعلامية غير مقبولة، واللي كتوضع طبيب الأسنان في موقع المتهم ويتم النيل من سمعته في محاكمة فيسبوكية غير عادلة يحضر فيها الجلاد وتصدر فيها الأحكام في غياب طبيب الأسنان موضع الاتهام.